نشوفكم تاني أعزائي المشاهدين ونشوف تحدي العالمي والثعلب. وأول سؤال، هاري كين أكثر لاعب ساهم في أهداف تسجيل زائد صناعة، مين تاني لاعب بعده؟ في البريمير ليج؟ تسجيل سون جاب جون كتير أوي، سون وعمل جون كتير برضه. طب من نادي إيه طيب؟ أكتر لاعب سجل وصنع؟ هيبقى اشترك في أهداف يعني صلاح؟ اشترك في اهداف يعني. ايوه سجل وسجل. هاري كين اكتر لاعب ساهم في اهداف تسجيل زائد صناعه، مين تاني لاعب بعده؟ انا قلت صن وصلاح. لا حد في السيتي؟ دي بروين. جوندوجان دي بروين صح. مين بقى؟ صح غلط. حد في السيتي طبعا. لا مش عارف. طب قولي ثلاثه واحد اختار منهم واحد. مفيش ثلاثة واحد بس. لا ده انا عارف ان هو واحد، ما اكيد واحد. قلنا انت ثلاثة واحد نختار واحد يعني. مفيش ثلاثة، هو اللي بعديه واحد بس. يا حبيبي ماشي، انت قول ثلاث اسامي واحنا نختار واحد. قول انت خمس اسامي ناخد منهم واحد. جدا. برونو فرنانديز. عرفتها ازاي؟ هتقعد بقى ترخم هتقول هو صح ولا صح؟ والله صح؟ طيب برافو. 100 100. صح ولا لا والله؟ صح والله. وبيضحك ليه كده عليك؟ عشان انت هتقول صح والله العظيم صح. صح برونو فرنانديز جاب بنالتيز كتير جدا. انا قلت والله العظيم. وطى ليه كده وبص تحت صح؟ وراح طلع بالاجابه. لا والله لا والله. برافو عليك. والله مين هيقول لي؟ صلاح سدد 6 ركلات جزاء الموسم الحالي. سجل كام واحده منهم؟ سجلهم الست. سجل كام واحده من الست؟ سجلهم الست. ما ضيعش ولا واحده صراحه. الاثنين صح. طيب ما انا قلت الاول سجلهم الست. ما ضيعش ولا واحده صح؟ الاثنين صح. مين اكتر لاعب اهدر فرصه سهله في الدوري الانجليزي الموسم الحالي؟ اهدر فرصه سهله؟ انتوا لسه حد كنت انت لسه بتتكلم عليه لسه الاسبوع اللي فات. فيرنر. لا فاردي. لا انت كنت لسه في لعيب الاسبوع اللي فات. فيرنر. فيرنر ده كتير قوي. لا اسهل فرصه. اسهل فرصه ولا 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 اكتر عدد فرص؟ اسهل فرصه. مين اكتر لاعب اهدر فرصه سهله في الدوري الانجليزي؟ اكتر واحد سهل. سهل سهل. عامل جد على فكره. اصل هي لسه كنت بتنصح بيه. اصل دي حاجه على فكره حاجه مختلفه ممكن يدور براو دي فرصه سهله. وانا حاجه بامفورد. ايوه.